هنشتغل ليل ونهار، هنتجوز. امتى؟ دلوقتي تجيبي المأذون. يا ريت يا بخيت. وقف، ارجع لي شوية. ورايا. عايز اجيب منك كاستك عيال كتير يا بخيت، ما اقدرش عليهم. امال عايز اجيب كام؟ يعني واحد اتنين عشان نربيهم كويس. نربيهم كويس، ندخلهم احسن كليات. البوليس كليه حلوه، ممكن ندخلهم كليه البوليس. الشرطه. ما هي اسمها الشرطه دلوقتي. البوليس يا بخيت. كنا دخلناهم اقتصاد وعلوم سياسيه كان احسن. لازم تنقلي فيها. مساء الخير. قوم يا اخويا، قوم. انا احتد ده خطيبتي يا باشا، مش واحده من الشارع. ولو كانت مراتك، ده فعل فاضح في الطريق العام. فعل فاضح؟ دي وش فعل فاضح؟ بص لها سيادتك، دي ست مدرسه محترمه وبتشتغل بعد الظهر في شركه مقاولات، وانا كمان عندي محل ادوات كهربائيه وبشتغل بعد الظهر في شركه الصلب. يعني احنا محترمين مع قصيه. ظبطوكم في وضع غير بريء ولا لا؟ غير بريء. استغفر الله العظيم يا فندم، ده كان مغمى عليها وانا كنت بثوقها. صح، في الحقيقه انا ما كنتش حاسه بحاجه، انا كنت مسخسخه. كنت ايه؟ مسخسخه. ايوه فنان، كانت مسخسخه. ليه يا شيخ مسخسخه؟ شو بقى، بصراحه سعادتك احنا شبان زي بعض. هي اصلها كانت زعلانه مني وانا كنت بصالحها كده بوستين. يعني بوستين؟ دول قعدوا يراقبوكوا ساعة الا ربع. ساعة الا ربع واحنا قعدنا كل ده؟ انا ما كنتش حاسة بحاجة، انا كنت مسخسخة. كانت مسخسخة. عارف يعني ايه ساعة الا ربع يا استاذ؟ ومش عيب برضه حضرتك تتفرجوا علينا ساعة الا ربع. انا لو كنت في اوروبا انا كنت رفعت قضية على البوليس وكنت حبستهم. لا، خلي الحبس ده بقى علينا احنا المرة دي. ابوس ايدك يا سعادة البيه، بلاش الحبس، اعمل اي حاجة الا الحبس. انا بنت ناس. ايوه فندم، وانا كمان بنت ناس. ابن ناس. خلاص هفرج عنكم بكفاله لحين نظر القضيه. واحنا لو كان معانا فلوس كنا هنقعد على البحر برضه فندم. يفرج عنهم بضمان محل اقامتهم. اتكلوا على الله. روح يا شيخ، ربنا يخليك. ربنا ما يوقعك في دقيقه ابدا يا سعاده البيه. انت رجل والرجال قليل. احنا لازم نتجوز. الشبكة والمهر عليكم، والنجف والمطبخ والستاير، ده غير الملبس والشربات. الله، ده ايه يا وليد؟ ده تعجيز بقى. الله، مش ابنك بيشتغل في المينا؟ ده غير ريع الدكان. ده قر بقى، قر يا اختي. طب ما بنتك موظفة وبتقبض قد كده غير شغلها في المدرسة. قولوا بقى انكم باصين لفلوس البنت، ناقص كمان انها تصرف على البيت. وما تصرفش ليه يا حبيبتي؟ مش كفاية ابنها هيلمها بعد ما دارت معاها ايام وليالي؟ يلمها منين يا حسرة؟ مش لما الاقي شقة الاول. والشقة رتبتها ايه يا غنايا؟ ما بيته مفتوح. اظن ما هتسكن معاكي. ايه؟ هو انا حاسة. فين البيرة؟ ابخيت. ايوه بيرة هنا، خمسة بيرة. لم لسانك يا عزيزة. يا اختي لموا بنتكم الاول. خلاص بقى مدى عزيزة. اسكتي بقى يا مرات ابويا. يعني انت ارضيك الوليه دي تطول لسانها عليا؟ معلش استحملي عشان خاطر انا. نعم تستحملي. ده يا عمر زي بعض ده هترده علي. ملناش دعوه احنا يا بخيت. ايه يا اختي، ايه مش عايزاه يدافع عن امه؟ اشترطيه من دلوقتي؟ لا بلاش كده. ايه؟ بلاش شغل الحموات ده معايا، بلاش. نعم انت سكت لها بخيت، اضربها بالقلم. قالت الادب اللي ما تربطش دي. يلطش مين يا وليه؟ مجنونه انت. انا مجنونه يا بنت المجنونه. اوعى كده يا اخويا، اوعى كده. اقعد يا اختي، اقعد.
طلبكوا عندي يا بهوات، كل حاجه عندي. خلي بالك من المحل هلا. اتفضلوا اتفضلوا يا بهوات، اتفضلوا اتفضلوا يا مدام، دي عربيتي والله. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا، اركبوا اتفضلوا اركبوا. يكفي، بس المهم الشمس والهواء. ودي ايجارها قد ايه؟ ده عشان خاطركم انتوا بقى، ايجارها 250 جنيه في الشهر غير الخلو. 250 جنيه غير الخلو؟ ايوه. انا بقول بقى ناجل حكايه الشمس والهواء دي لبعدين، ونشوف مكان يسترنا لغايه ما ربنا يسهلها. هو مضروم بس دمه خفيف. اتفضلوا اتفضلوا. هو احنا لسه هننزل اكتر من كده؟ احنا عايزين شقه مش تربه يا معلم. تربه ايه؟ طلع اللي هيشفع فيك وانت تقدر على تمن التربه. اي سلامتك من قولة. اي يا حبيبتي انا بخاف قوي من الضلمه يا بخيت. خافي خافي ازاي وانا جنبيكي؟ يا مش هتسيبني ابدا. سيبك عمري ما هسيبك. انا فين الكنيف؟ فين ال 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 الأوضة فين؟ شوف بقى الحكاية بسيطة أوي، هما بتوع المجاري هيجوا ينزحوا الطفح ده وكل شيء يبقى تمام. رأيكم بقى؟ عجبتكم الشقة؟ إيه؟ في إيه؟ هي ما عجبتكمش ولا إيه؟ أنا بقول بقى نأجل حكاية الجواز دي كلها لغاية الظروف ما تتعدل. لو هنستنى لغاية ما الظروف تتعدل يبقى مش هنتجوز أبدا. سيرها طفرة. موت يا حمار. انتخبوا الراجل الحر. انتخبوا رجل المبادئ. صاحب المبادئ انتخبوه. الراجل الحر. انتخبوا الراجل الحر. انتخبوا الراجل الحر. رجل المبادئ. ما وراهمش غير النكد. العيب في الظروف اللي بتخلي الشرفة اللي زينا مش عارفين يعيشوا. لو انت صادقه العيب فينا احنا، احنا اللي ما بنحاولش نغير ظروفنا. عرفت يا ابروات ان 18 الشهر الجاي اجازه. اشمعنى؟ انتخابات مجلس الشعب وهيعملوا هنا في المدرسه لجنه. انا عمري في حياتي ما انتخبت. يبقى ما تلوميش الظروف بقى، احنا اللي سلبيين بنضيع حقنا وبعدين نرجع نشتكي. ما عندناش سوشيال بوليتيكال كومبريهنشن. اللي انا مش فاهمان ايه اللي يخلي الناس تستربع على طولها مجلس الشعب؟ عشان الحصانه يا حبيبتي. لا يا حبيبتي مش الحصانه وبس، اللي بيخش المجلس بتبقى امه دعيان، مركز قباها وقيمه وسيمه، ده غير بقى الشقق والعربيات والامتيازات اللي بالهبل. هو ايه الشروط اللي بيطلبوها عشان الواحد يرشح نفسه؟ حضره الوكيله. استاذ عجيله، اعلان المحكمه ده جالك. عندي جلسة آداب الأسبوع الجاي، أنا مضطرة أخطب مدير المنطقة التعليمية
واعتبر نفسك موقوف عن العمل لحد ما تخلص الحكايه دي. بقول لك ايه يا عم مقصود، تعالى بيومي، انا عايز اكلمكم في موضوع. هل ممكن نعمل جمعيه مع بعض؟ بس انا بصراحه داخل على جواز مفيهاش حاجه الا ما نساعد بعض. الف مبروك يا بخيت. ربنا يكرمكم، ربنا يكرمكم يا رب. ماشي ماشي. تخش معايا جمعيه خميس؟ جمعيه؟ بقى بتشتغل في المخازن ومش عارف تدبر حالك؟ قصدك ايه؟ صحيح، ما انت شلح. ايه الشلح دي؟ يعني عصفور. بقول لك ايه، ما بحبش الترسين. مالها المخازن؟ فيها حاجه؟ فيها وفيها وفيها، اخر حلبسه. حلبسه؟ اه، نه وشفط وتبديد. انا تحت ايدي مستندات وزون صرف وتقارير استلام وبضاعه داخله وبضاعه رايحه وبضاعه جايه وبضاعه واقفه وبضاعه نايمه. هتقريبا كل بضاعه جديده تيجي يمضوني ويوزعوني، وانا فرحان قوي عشان بزهق وباخد اوفر تايم. هش، وطي صوتك. وطي صوتك ليه؟ وانا اللي بسرق؟ انا كده طمنت لك يا رفيق. رفيق مين؟ انت. انا مش مرافق حد. انت رفيق يعني زميل. انت متاكد؟ ايوه جدع. اوعى تكون في حاجه. لا رفيق. يعيش اسمي بيه نصير عمال، يعيش اسمي بيه نصير عمال، يعيش اسمي بيه نصير عمال، يعيش اسمي بيه نصير عمال. اصدقائي وزملائي العمال، اوعدكم لما انجح واخش المجلس، وده بفضل الله وبفضل ثقتكم فيا، اوعدكم أن أجعل من هذا المصنع صرحاً وفخراً للصناعة الوطنية، ووعدكم أن ألبي كل طلباتكم ومتطلباتكم العمالية، والله ولي التوفيق. شكراً. فرصة وهو داخل الانتخابات، تقدر تكلمه؟ وكلم أبوه كمان. في المستندات؟ كلام خطير جدا. انا مش قادر اصدق ان الحاجات دي ممكن تحصل في الشركه عندي. انت متاكد من الكلام ده؟ طبعا رسمي بيه متاكد، والمستندات هي اللي تثبت كلامي. وعلى العموم سيادتك ممكن برضه تعمل جد وتحقيق وتتاكد بنفسك. على اي حال انا متشكر جدا انك انت جبت لي المعلومات دي. انت مثال العامل الشريف النزيه، تستحق مكافاه كبيره جدا. يا باشا انا عملت الواجب مش اكتر. طيب. انما لو سيادتك مصمم، انا اصلي مقدم على سلفيه عشان داخل على جواز. أوي أوي، اكتب الطلب وانا هوافق لك عليه فورا. مش بس كده، ده انا هرقيك كمان، هنقلك الورش عشان ابعدك عن الجو الفاسد بتاع المخازن ده. يا باشا اللي بتعمله ده كتير، انا يعني ربنا يخليك، ربنا يخليك لمصر. شكرا. أوي أوي أوي، انت قلت لي اسمك ايه؟ بخيت يا فندم. بخيت حنيدق الميطل. بخيت حميدة حنيدق يا فندم. حنيدق هي بتتكتب قاف انما تقال الف. بخيت حنيدق المهيطل. حنيدق. طيب على نوم تقدر تمشي انت دلوقتي، وبعدين ارجوك اما توصل لاي معلومات تيجي بلغاني فورا. تمام. وبعدين في حاجه مهمه لازم تعرفها، انا باب مكتبي مفتوح لك في اي وقت. يا باشا النهارده تاكدت ان في امل، في امل في البلد دي تبقى كويسه طول ما امثالك موجودين. ربنا يخليك، ربنا يحفظك لمصر، ربنا يكتر من امثالك، ربنا ينجحك في الانتخابات. عارف حضرتك؟ روح يا شيخ، روح روح. مرزوق، وصل لي المخازن فورا. سبع ولا ضبح؟ سبع طبعا. رسمي بيه ده راجل هايل، راجل عظيم. تخيل، وافق لي على السلفه وهيرقيني كمان. والحلبسه اللي في المخازن هيعمل فيها ايه؟ ماليش. مش بقول لك انك شلح. استنى هنا اخيرا، انت رايح فين؟ الباشا قال لي بابه مفتوح لي في اي وقت، فابعد انت عشان ما تتاذيش. ها؟ استنى هنا خينا. الله، المعلومات دي لو كانت وصلت لمجلس الاداره كنا روحنا كلنا في داهيه. مين دول؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت ازاي تدخل البني ادم ده عليا من غير استئذان؟ اه سعاده الباشا. استنى بس، استنى، كنت عايز اعرف هتعمل ايه سيادتك في موضوع المخازن. طيب هكلمك بعدين.
نعم. انت مش اتنقلت الورش، عايز ايه تاني؟ انا كنت بسأل بس، يعني مش انت ما تسألش، ده مش شغلك. انت تنزل من هنا على الورش على طول. موضوع المخازن ده مالكش دعوة بيه خالص. ازاي بس يا باشا، ده مال عام. وانت مال اهلك؟ الله، اما انت راجل قليل الادب صحيح، امال مال اهلك انت؟ ازاي ولد انت تكلمني بالطريقة دي قصاد الوقاحة بتاعتك دي؟ مفيش سلفة. وانا مش طالب سلفة، انا طالب تحقيق بقى بصراحة. كده عظيم. مرزوق، امر اداري فورا بوقف الولد اللي اسمه حنيدة ده عن العمل واحالته للتحقيق. مبسوط حضرتك؟ اتفضل بره بره. روح يا شيخ، ربنا يخرب بيتك، ربنا يسقطك في الانتخابات. امشي بره، ربنا خلص مصر من امثالك. والحق مش عليك، عارف ما انت حرام. هقول لك ايه، انا بقى هفرجك يا رسمي بيه. حرامي امشي، اشارك حراميه. انبسطتي بجد؟ مبروك على البحر على طول. سلميني على بابي ومامي. اوكي. واختك سناء، ها؟ تليفونات. برافو، انا مبسوط من شغلك قوي يا انسه حديده. جلال، ابقى احطها معاك في قوائم الانتخابات. تحت امرك يا سهير. تعملي ايه؟ حبيبي انا مش مبسوط من شغلك خالص يا سهير. يا فندم. بس مش كلام فارغ، تعالي ورايا. تعالى عوض، تعالى. عصبي قوي وزود حنين، اصل مشاغله كتير. ده غير انه نازل في خدمه للشعب. ربنا يكون في عونه، باين عليه انسان محترم قوي. نائب محترم ومحترم قوي قوي قوي. واللي يخلص له ياخد منه عليه. سالي معقول استاذ حبيبي، احنا ناس على قدنا وما حلتناش حاجه. ما تضايقيش نفسك، انت لو اتفرغتي للشركه وركزتي معايا مرتبك هيزيد وتقدري تجيبي شقه بالتقسيط. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت متاكده ان ما عندكيش مشاكل تاني؟ اتكلمي يا حبيبتي، انا زي اخوكي. طب بس خلاص خلاص خلاص، كفايه شغل كده النهارده. لم حاجتك وتعالى اوصلك معايا في السكه، وبالمره تحكي لي يمكن اقدر اساعدك. باين عليكي كلك مشاكل. قضية أداب؟ لا حول الله رب. وشرفك يا سعادة البيه، أنا مصدومة ما عملتش حاجة. أنا كنت قاعدة أنا وبخيت على البحر وفجأة. هتقولي لي بس ولا يهمك، ولا تحملي هم، بكرة الصبح أبعت لك المحامي بتاعي يحضر معاك الجلسة. ربنا يخليك يا سعادة البيه، مش عارفة أشكرك إزاي. بس مش كان فارغ، عيب. أنا كده أحب أسند الناس اللي معايا، بعتبر كل الموظفين اللي عندي زي عيلتي بالظبط. إيه؟ في إيه مسلح بيه؟ إزاي دي كانت فايدة عن بالي؟ هي إيه؟ أنت بنت حلال يا عديلة. عندي شقة هنا كنت مديها لواحد صاحبي اتجوز فيها وسافر. كنت ناسيها خالص، خديها. أهو دي بقى تقدري تدفعي تمنها براحتك. تحبي تشوفيها؟ دلوقت بس الوقت متأخر، ما تخليها لبكره موسى الحبيب. مفيش حاجه بتستنى، حلاوتها في حموتها. مش احسن من كده؟ جميله قوي، بس دي كبيره قوي قوي علينا يا ستي. بكره تخلفوا الاولاد يملوها. انا كده احب الناس بتوعي يتمتعوا. بس دي تلاقيها عايزه فلوس كتير قوي قوي. لا ما تحمليش هم الفلوس، ما تغلاش عليكي.
جبانة غيرت عن بكرة. ميرسي يا مس الهدية. أعملك عدا بكرة؟ لا أستأذن بخيت الأول. بتحبيه؟ طبعا. يا بخت بيكي، ربنا يخليكوا لبعض. متشكرة قوي يا مسلحي بيه. تعالي أفرجك على بيت شقيكم. بسم الله عليك. بسم الله عليك. ياه، تلاقيها أكتر من 5000 جنيه بكتير. عجبتك؟ حلوة حلوة قوي قوي. ده أنت الحلوة يا ماما. حلوة قوي ورقيقة قوي. مسلحي بيه؟ ايه مالك بتعمل كده ليه؟ ما تلم نفسك كده شويه. الله، ايه؟ طب اهو انت مش بتحب خطيبك؟ طبعا بحبه قوي قوي. مالك؟ طب معصلها ليه؟ عايز نعمل ايه يعني يا ماما؟ مش مفروض تساعد الراجل اللي عنده شقه حلوه زي دي؟ اساعده ازاي؟ انت اتجننت؟ انا اللي اتجننت؟ وفيرا الايام دي يعرف يصرف على بيته؟ لازم له راجل تاني يساعده. يا خيبتك يا خيبتك يا عديله يا خيبتك. ده انت بقى مش عايز لك سكرتيره يا اخويا، ده انت عايز حاجه ثانيه. طبعا فهمتيها بقى. لا عايز حاجه تانية. لا مش كده. يا نهارك اسود، تعال تعال افتح لي الباب بسرعة بدل ما صوت كل المعارك وامك لا اله الا الله. يا لهوتي، ايه اللي عملتيه ده يا بت؟ بتشرطيني؟ اقول لهم في البيت ايه؟ تطعيم؟ عايز صوتي؟ صوتي. شوف يا سكاكية، اولا انت هنا في بيتي، ثانيا جايه معايا برجليك يعني بكيفك وبمزاجك، وفوق ده وده بقى عندك قضيه ادب يا سكاكيه، ما حدش هيصدقك. صوتي صوتي يا حبيبتي. ايه؟ اقطعك؟ لا. عارفه ان انا زباله. هبهدلك. بحب البهدله. اهو يا ابن الكلب. يا ابن الكلب. يا ابن الكلب. يا هدوء يا كلب. يا بتاعة البحر يا ربي المحاكم يا هم. يلا يا ابن الكلب. بحب الورد برضه. اديني بوسه ما اسمك تمشي. اتفو عليك وعلى شكلك. اتفو عليك وعلى عيني. عيني اهدي بقى عشان ورانا مشاوير. اسكت بقى تعبتني. طب يا بنت المتضايقه تاني ده شعرك؟ شعري بقى من خضها. يا امي ما هسيبك لو جابوا لك. ده انا هعمل لك صينيه بطاطس واعزم عليك اصحابي. يلا بقى شد شعر شرشحين كل ودي. يلا تموتي مالك؟ انا الحق علي، الحق علي، مش عايزك تتعدي مني. تعدي؟ تعيانه؟ عندك اسمه ايه ده؟ بوستيني ليه؟ ممكن تديني اسبوع واحد اتعالج واجي لك بنفسي. هو ده بيتعالج يا ماما؟ قالوا لي اني اخف. ربنا يسهل طريقك. الباب عند الجزمه والشنطه، الشنطه على الباب، مفتاح الشفونيره. يلا. انت زعلان مني؟ كفايه مرمطه يا ماما. مبسوط؟ ربنا يوفقك. يلا يلا يا ماما. ما تجيش بقى. متشكرة. لا ما تجيش خالص يا اجازة، بره. يلا يا ماما. تصبح على خير. هيجي منين الخير؟ بخير حلال يا مهندس عديلة. عايزة منوك يا فندم. ايوه. امال فين شركتك؟ زمانها جاي يا فندم. اصل هي دايما كده بتحب تتأخر، ما انت عارف بقى الستات ودلعها بقى. هجيب اي محامي من بره. انا عديله جت اهي. عديله اهي. يا عديله اتاخرت ليه؟ مواصلات. ما انت عارف يا بخيت المواصلات. جبت معاك محامي؟ انا افتكرتك انت اتصرفت. ايه مالك عديله؟ انا اتبهدلت قوي من غيرك يا بخيت. طب بس ما تعطيش حبيبتي. ما تسيبنيش تاني يا بخيت. مش هسيبك، عمري ما هسيبك يعني. بتحبني بجد؟ الا بحبك. ده انا بموت فيك عادي. انا كمان بموت فيك.
استاذ يا استاذ. ايوه. ايه مش مكفيكم البحر والرمله جايين تكملوا هنا؟ سياده القرار دي نحن ابرياء من هذه التهمه، براءه الذئب من دم ابن يعقوب. ان هذه الفتاه خطيبتي. ايوه بس انا مش شايف دبل في ايديكم. ما هو باعتبار ما سيكون. سياده الرئيس، حضرات المستشارين، نحن نطالب البراءه ولا شيء غير براءه. انظروا معي وحكموا ضمائركم الى هذه الفتاه، انظروا معي الى هذا الوجه الملائكي البريء. هل يمكن لهذا الوجه الملائكي ان يرتكب مثل هذه الفعله النكراء؟ انظروا. ملك صندوق، شوف يا جدع، انت انا هاجل لكم القضيه لحد ما تلاقوا محامي يترافع عنكم. رفع الكاس. قعدت اصور واصرخ واخربش واعد فيه لغايه ما سابني. انا اتبهدلت قوي يا بخيت. انا هروح اقتله. لا لا يا بخيت، احنا مش قدهم. طيب الظاهر ما فيش فايده، عمرنا ما هنتجوز ابدا. ان شاء الله هنلاقي حل. ازاي بس دي مقفله من كل ناحيه؟ ضروري هنلاقي حل. بأي شكل هنلاقي لها حل؟ بخيت بخيت، احنا مش ناقصين قضية أدب تانية. دي ليك. ايه دي؟ مش عارف، انما الزهر عليها ساعة كده. ساعة؟ عيالك عاملين ايه؟ كويسين. كويسين؟ خد ربع جنيه اهو، هات لهم لحمة وشوية فاكهة وشوية حاجات كده، نغنيشهم يعني. عباس بيه ما بيجيش هنا غير يوم الاثنين، وبيمشي بدري اكمنه متجوز، وأنا هنا بقى في حراسة على طول. أنت خدمت فين قبل اسكندرية؟ طنطا. طنطا. طيب، خلي بالك، ها؟ هخلي بالي. من هناك اخيرا اتحلت ازمه السكن يا عديله. يا سلام. يعني عقبال الظروف ما تتعدل. الظروف عمرها ما هتتعدل لوحدها يا اخي. الناس هي اللي بتسكت على حقوقها. صح. الناس هم اللي لازم يغيروا ظروفهم. طبعا.
تعرف لو انتخبنا مرشحين عادلين كانوا ممكن دفعوا عننا وعن حقوقنا. العيب فينا بخيت، احنا اللي بنتسهل في حقوقنا وبعدين نرجع نشتكي ونعيط. بخيت، انت امتى اخر مره رحت انتخبت؟ امتى اخر مره رحت انتخبت؟ مالك يا باب؟ تعيانه ولا ايه؟ انتخابات ايه؟ مالي ازاي؟ مالنا ازاي؟ انت مش قادر تفهم ان ازمتنا دي جزء من مشكله المجتمع ككل. طب هي وصلت للمجتمع؟ دي ليله من هيله بستين نيله. ايوه، مجتمع بايظ محتاج لاصلاح على قد ايه الناس عندها وعي سياسي وحس بمشاكل الناس. مالك يا بت؟ احنا مالنا احنا مال السياسه؟ انت سلبي وجاهل وما عندكش السوشيال بوليتيكال كومبريهنشن. مين؟ سوشيال بوليتيكال كومبريهنشن. انا ما عنديش شاشه في طشه كده بتهشم؟ ايوه. يعني ايه؟ يعني سلبي وجاهل، وانا خلاص من بعد النهارده اللي هبقى سلبيه ولا جهل. ايه هتعمل ايه يعني؟ هرشح نفسي في مجلس الشعب. مجلس الشعب؟ مجلس الشعب ايه؟ تضحك على ايه؟ يعني هما اللي بيرشحوا نفسهم دول احسن مني في ايه؟ هما رجاله، لكن انت ست هتتبهدلي. اه قول بقى انك غيران مني. الله، وهغير منك ليه؟ انت هتسقطي بالثلث. انا انجح واكسب مليون راجل زيك وهتشوف. بقول لك ايه؟ ما بلاش ترشح نفسك في مجلس الشعب، انت رشح نفسك في مورستان احسن. كده؟ طيب يا بخيت. هي ليله من ليله بستين نيله. اللي انا مش قادر افهمه، ليه واحد زي رسمي بيه يرشح نفسه في الانتخابات؟ يا ابني يا رفيقي، عدوية المجلس لها مزايا كتير، سلطة، عزوة، حصانة، ده غير بقى العربيات والكباين اللي على البحر والشقق واللي واللي واللي. شقق؟ نفسي مرة واحدة حد مننا يمثلنا بجد. وهي شو الترشيح؟ ابدا، انك تكون من اب مصري، سنك ما يقلش عن 30 سنة، وبتعرف تقرا وتكتب، ده غير مبلغ التأمين 200 جنيه بس. شقة ب 200 جنيه؟ بتقول ايه؟ الله يسهل. كويس قوي ان احنا جينا الاول، كده ضمننا رمز الجمال. مبروك يا بخيت. الله يبارك فيك، وده مين المهم ده؟ ده الحاج فتح الله المحامي. وده بقى واصل عبد الحميد مرشح الحزب. ده بانه واصل قوي. ده فئات مالناش دعوه بيه. انت بتعمل ايه هنا؟ انت رشحت نفسك؟ ايوه رشحت نفسي، عشان اثبت لك ان انا لا سلبي ولا جاهل، وان انا عندي فانش فانش فانش، انا اقدر اكسب انتخابات عنك. يعني ده بعيد عن شنبك، احنا هنكسبها باذن الله. هي الان لسه نازله ايه؟ فئات. واحنا عمال يعني ملوش تنافس. الاخ خميس رفيق كادر قديم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. نمره 33 و34. اوعى اوعى. انت جردل وانت كنكه. انا كنكه؟ لا طبعا انا مش كنكه. ويعني انا اللي جردل؟ الاستاذ مش جردل. وبعدين انا جاي هنا من الاول، ومن حقي بقى رمز الجمل. والله ده اللي عندنا، عاجبكم عاجبكم، مش عاجبكم روح اشتكوا لمستشار وزاره العدل، وبرضه هتفضل جردل وهي كنكه. وتفضلوا مع السلامه، ورانا اشغال تانية. اللي بعده. نمره 35 و36. هيا الاخوه العمال، لا تنسوا اخوكم الجردل، فانتم من الجردل والجردل منكم. اخواني واصدقائي، لا تنسوا بخيت حنيده في المهيطل. شد حيلك. الله يقويك. ربنا يقويك. واحد اسمه رسمي بيه وراكب عربيه مرسيدس ومرشح نفسه عمال. طب ازاي؟ اخواني حبايبي اصدقائي العمال، لا تعطوا اصواتكم الا لعامل مثلكم، اصواتكم امانه في اعناقكم، لا تعطوها لمرتشي او حرامي، بل اعطوها لاخوكم. يعيش رسم بيه نصير عمال. 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 دي خريطة موقع المعركة اللي احنا داخلين عليها. معركة يا خميس؟ احنا هنحارب؟ وماله؟
نضرب ونكسر وندبح كمان لو حبيب. انت تؤمر يا باشا، تحب تدبحهم لك كلهم؟ تدبح مين يا ابني؟ هي موقعها حربيه، دي موقعها انتخابيه. انت متاكد ان عضو المجلس بيبقى له شقه؟ قلت لك ايوه. احنا يا رفاق الطريق طويل ومليء بالاشواق. مخي تامر، اهلا يا تامر، تعال. اخ تامر كان معايا في مدرسه، صديق قديم يعني، بس المسائل لخبطت معاه شويه، بس العقليه كويسه قوي حقيقه يعني. لفي. نحن نشرب بذلك. وقال لك ايه؟ بيقول ان هو يعني سوف يقف معانا بكل ما اوتي من قوه. وسوف يبذل كل ما يملك من مال. لا 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 لا. ولن يتوانى عن اي تضحيه. خلاص يا حاج تامر، خلاص نرجع لمرجعنا. وعشان نستميل الجماهير العريضه لازم نقدم لهم برنامج عمل ثوري تحريضي تهيجي. ايوه تهيجي. انا احب قوي اهيج الجماهير. يعيش مهيج الجماهير. يعيش مهيج الجماهير. يعيش مهيج الجماهير. يعيش مهيج الجماهير. انا اشكركم واوعدكم ان انا حبذل كل غالي ورخيص. يعيش بتاع الغالي والرخيص. يعيش بتاع الغالي والرخيص. يعيش بتاع الغالي والرخيص. يعيش بتاع الغالي والرخيص. ايه اللي فيه؟ جاسوس هاتوه. الله لا لا لا، استنوا الاستاذ نزيه. ايه يا استاذ نزيه، في ايه خير؟ انا جاي من طرف الاستاذه عديله علشان نتفق على ميعاد علشان نتدارس امكانيه التحالف بينا في الحمله الانتخابيه. قوي، اتفضلوا في اي وقت. هنا ما ينفعش، الاجتماع ده لازم يتم على ارض محايده. ارض محايده يبقى ما فيش غير السطوع بتاعتنا. النظام، احنا بنفتتح جلستنا هذه لبحث التحالف بين الرفيق بخيت حنيدة المهيطل وبين الرفيقة عديلة علي صندوق. انا بقترح ان احنا نوزع المناطق بيننا، وكل واحد في المنطقة بتاعته يعمل دعاية لنفسه وللتاني كمان. انا موافق. انا مش موافق. انا اشضمني انك انت مش هتعملي دعاية لنفسك في المنطقة بتاعتك اكتر مني. ده انت مخوننا بقى بصراحة. انا اقترح ايه؟ اقترح ايه؟ ايوه، اقترح ان كل مرشح يبعت مندوب في منطقة المرشح التاني عشان يتأكد من الدعاية. انا موافق. وانا موافق. انا هاخد المينا وحلقة السمك والانفوشي والمنشية. يا سلام، وانا هيفضل لي ايه بقى؟ انا وانت ايه اللي هيحشرك في وسط الرجالة بنت الناس؟ وانت ايه اللي هيوديك زنقة في الستات؟ نظار كده مش هنتفق. ان شاء الله عاملين ما اتفقنا. ايه رايك؟ يلا بينا. بينا نزيه. جرايم هيطل، جرايم صندوق. طب اعملوا اعتبار للراجل المحترم اللي معانا ده. انا من رايي ان احنا نتجاوز شويه على الخلافات بتاعتنا، مش كده ولا ايه يا رفيق نزيه؟ انا مش عايز اسمع خالص، لان انا من الاول رافض هذا التحالف، لكن الاستاذه عديله ممكن تسمع. انا من رايي ان احنا نعمل حمله دعائيه مشتركه، وبالشكل ده نوفر فلوس ونكبر الحمله. انا موافق. فهب على الله عليك. انا موافق بس بشرط يكتب على اليوفط انتخبوا بخيت وعديلة. وليه ما يتكتبش على اليوفط انتخبوا عديلة وبخيت؟ لا، ما عشان انا الراجل وانا الست، والذوق بيقول ليديز فيرست. الذوق ده انت هتعلميني الذوق يا بنت صندوق؟ جرائية مهيطل، انت جاي تهزاني قدام انصاري؟ الله 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 الله، احنا الزار كده مش هنتفق. ان شاء الله عنينا ما اتفقنا. لينا. لينا. يلا بينا. بينا نزيه. يا رفاق حلها بسيط، انتوا النص الاول وانت النص الاول. يا جماعه قبل ما نتخانق، حد فيكم فكر هنجيب فلوس الدعايه منين؟ لقيتها. احنا نعتمد على الجماهير، نفتح باب التبرعات. ايه، هنشحت من اولها خميس؟ انا مدكنه قرشين، ممكن احطهم كلهم. انت متاكد ان فيها شقه؟ وانا عامل جمعيه، على قد ما تحطي هحط انا كمان. خلاص، من بكره نبدا الحمله الدعائيه. مبروك يا حبيبي. مبروك علينا. لا علينا. يعيش تعارف الجرده مع الكنكه. يعيش تعارف الجرده مع الكنكه. لا علينا. نحن يعيش تعارف الجرده مع الكنكه. يعيش تعارف الجرده مع الكنكه. اقلب الصوره دي شويه.
تضيع يعني خلاص. مش كده مش كده يا مزيه، هياخدوا بالهم شويه من الخباثه. مش كده كده اللي في الشيء اللي في الشيء في الشيء في الليل خيط. ايوه الرفيق عبده ملابيعه. اهلا وسهلا عبده. مين ملابيعه؟ اهلا اخويا، اشهر مؤلف اغاني، متحمس جدا انه يقول لك شويه شعارات. مهاود مسجاره. اتفضل يا استاذ ملابيعه. اتفضل اخويا. قول له حط فيشه على فيشه والمهيطه لزيه ما فيش. الله الله الله، واحد شاي عين الكتكوت هنا وسكر بره. عديله يا عديله، انت حقيقي حلوه جميله. اديله سجاره. لا ما اخدش السكه. الراجل الحق يحب الحق والمهطل دايما على حق. الراجل الحق يحب الحق ورسمي بيه. الراجل الحق الراجل الحق يحب الحق ورسمي بيه. الراجل الحق بتدينا اشعارات مستعمله مغشوشه يالا؟ مش على قد فلوسكم. انت فاكر نفسك انت بس اللي بتعرف تالف؟ احنا كمان بنعرف نالف. الاسفلت منور ليه المهيطه ماشي عليه؟ الاسفلت منور ليه المهيطه ماشي عليه؟ الراجل الحق يحب الحق ورسمي بيه. راجل الحق الراجل الحق يحب الحق ورسمي بيه. راجل الحق الاسفلت منور ليه المهيطه ماشي عليه؟ الاسفلت منور ليه المهيطه ماشي عليه؟ عشان مهيج الجماهير. عشان مهيج الجماهير. عشان مهيج الجماهير. عشان مهيج فين بقيه الزملاء؟ بخيت اصحى يا بخيت، اصحى يا سياده النائب. عشان مهيج الجماهير. اهدى انت هتنام تاني يا بخيت، ده احنا بقينا الضغط. عشان مهيج. ايه يا بخيت؟ صباح الخير يا ام. صباح النور يا ضنايا، انت بتحلم ولا ايه؟ ما تفوق عمي مفشفش. يا ضنايا يا ابني معلش، تعيش وتاخد غيرها، بس ان شاء الله ربنا هينصرك على مين يا عدي. اما راح اعمل لك الشاي. المهيطه اليابا. خد يا معلم، علق لنا الصوره دي جوه. من عينيا. خد انا علق الصوره دي جوه في حته نور. حاضر يا معلم. وقول لي رسم بيه، احنا في الخدمه. وانت خد يا بخيت، افتح الباب ده عشان ايدي مش فاضيه. شفت شفت الراجل الضلالي ايه؟ ده 5000 جنيه للمعلم بتاع القهوه علشان يشيل يوفاتنا ويحط يوفات رسمي. 5000 جنيه؟ ايوه. يديني نصهم وانا اكتبهم له كمان بنفسي. خيانة! ايه؟ ايه ده يا بخيت؟ بعتنا؟ بعت القضية من ورايا يا بخيت؟ ايه اللي جاب الثورة دي هنا؟ اهلا 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 بالانصار. اهلا اهلا. ايه يا اللي انت معلقاه ده؟ ايه؟ دي نتايج يا ضنايا مكتوب فيها مواعيد الصلاة. كانوا ايه بيفرقوهم كده على الجيران. انا بقى ما سبتهمش الا ما خدت منهم 3. بلوشي بلوشي فالحة يا اما، لو كل النخابين زيك هنضمن نسقط دي 3. احنا لازم نعمل كام صوان كبير نلم فيهم الناس. انت بتخرف بتقول ايه؟ السرادق الواحد هيتكلف كذا الف. امال هنلتقي بالجماهير ازاي؟ نحن الاهلين. والله بيتكلم كلام مظبوط. وليه؟ قول يعني بدر احنا ما نكلف نفسينا ونعمل صوان، نستغل الصوانات بتاعت المرشحين التانيين. نحن الاهلين. بالظبط كده. الشريعه يا اخواني هي الحل. وسأعمل يا اخواني
على ترميم المساجد ونشر الدعوة، زيادة التعليم الديني في كل المدارس والجامعات. تسقط الحكومة الغاشمة، تسقط المعارضة الخائنة، والويل للكفرة. إخواني المسلمين، أخواتي المسلمات، هذا الرجل يدعو لترميم المساجد، وهذا لا يكفي. فإذا كانت القاهرة بلد الألف مئذنة، فلتكن الأسكندرية بلد الخمسة مليون مئذنة. الله أكبر يا بخيل، الله أكبر يا بخيل، الله أكبر يا عديلة، الله أكبر يا عديلة. إيه ده؟ من سمح لهما بالكلام؟ نحن نطالب مناظرة إسلامية بيننا وبينكم، والأمر شورى لأمة الإسلام. اخرصي يا فاجرة، لعن الله المرأة المتبرجة والناشز، وخابت جماعة ولت عليها النزاع. اطردوهم برا، اطردوا الزنادقة دول برا. من منا زنديق؟ هذا الرجل يدعو إلى نشر التعليم الديني، وهذا لا يكفي. نحن نطالب بغلق جميع المدارس والجامعات لأنها تفتن الشباب. هذا الرجل يدعو لمنع البيرة والخمر، وهذا لا يكفي. نحن نطالب بمنع البيرة والخمر والمياه المعدنية والكازوزة والعصائر، خصوصا عصير القصب. ونريد منع أيضا السينما والمسرح والتلفزيون والسلمون والبسطرمة، وتجنب الفول المدمس لأنه يفسد العقول. والله ولي التوفيق. الله أكبر يا بخيل، الله أكبر يا بخيل، الله أكبر يا عديلة، الله أكبر يا عديلة. بره، اطردوهم بره، زنادقة كف ورا. أدعي عليكم دعوة وأجيب أجلكم. دول داخلين علينا، خرجونا من هنا. اثبتوا يا نساء. الموضوع محتاج تراجع تكتيكي. تكتيكي؟ انسحاب. يسعدنا ويشرفنا بأن يكون بيننا ثلاثة من السادة الوزراء المخلصين، جاءوا خسيسا لمعاصرة أبناء الإسكندرية البررة. الأستاذ الدكتور واصل عبد الحميد، ورجل المواقف والمبادئ الأستاذ رسمي الواثق، أنا مش هقول وعود، إحنا بتوع مشاريع كلها لخدمة أهالي اسكندرية، وكمان مش هتكلم عنها، هسيب السادة الوزراء هم اللي يتكلموا عنها ويقولوا إزاي هينفذوها بعد ما ننجح في الانتخابات أنا والدكتور واصل إن شاء الله. عاش الجمل، عاش الهلال، عاش الجمل، عاش الهلال، عاش تحالف الجمل مع الهلال، عاش تحالف الجمل مع الهلال، عاش الجمل، عاش الهلال، عاش الجمل، عاش الهلال، عاش تحالف الجمل مع الهلال، عاش تحالف الجمل مع الهلال. بسم الله الرحمن الرحيم. عاشت الحكومة وتسقط المعارضة. يحيى الحزب الميري، يحيى الحزب الميري. شكرا شكرا. فلتحيوا معي المسؤولين الشرفاء، رجالات مصر الأوفياء، السادة الوزراء، حيوا معي. مين دول يا رسمي؟ ده ولد هلفوت بيشتغل عندي، نازل انتخابات، أنا وقفت عن العمل، والبنت اللي معاه دي نازلة فئات. فليحيا الوزراء الأحرار. على إذنك بس سيادة الوزير. الجردل والكركة يا إخواني في صف الحكومة، فانتخبوهم وانتخبوها، وعاش التحالف مع الحكومة. عاش الجردل، تحيا الكنكة، عاش الجردل، تحيا الكنكة. أقولك إيه، نزلوا الهلافيت دول إن شاء الله بالقوة. لا لا، بلاش العنف ده والوزراء قاعدين. نحن نطالب بمناظرة ديمقراطية أمام الجماهير لتعرفوا من هو الأقدر بالدفاع عن الحكومة، نحن أم هؤلاء. عاشت حكومة الشعب، وعاش شعب الحكومة. فالحكومة يا إخواني لابد لها من شعب تحكمه، والشعب لابد له من حكومة تشكمه. فهنيئا للحكومة بالشعب، وهنيئا للشعب بالحكومة. عاشت الحكومة للشعب، وعاش الشعب من أجل الحكومة. ونحن نعلم
تعلموا جميعا أن الشرطة في خدمة الشعب. فحيوا معي رجال الشرطة الأحرار. عاش تحالف الشرطة مع الشعب. عاش تحالف الشرطة مع الشعب. الله أكبر والنصر للشرطة. الله أكبر والنصر للشرطة. المهيطة يا بلاش بس الشرطة ما تحبسناش. المهيطة يا بلاش بس الشرطة ما تحبسناش. يلا يلا معقولة اللي بتقوله ده؟ ده اللي حصل. تعالي معايا. شفتي صورك انت بس. يا خرب بيتك يا عديلة، هي دي الحملة يا نزيه اللي دفعت فيها دم قلبي؟ مفيش غيره اللي عملها. بخيت بخيت ضمك لصفه علشان يقضي عليكي نهائيا. ازاي انا ما فكرتش في الحكاية دي؟ بس اطمني، ملحوقة بخيت. بخيت، عايزك في كلمتين. ايه في يا عديلة؟ هنا ما ينفعش، تعالى الكابينة. هكمل دلوقتي، انا تعبان. هستناك في الكابينة وما تتأخرش. كنت عايز ايه؟ اخي الستات دول محدش يعرف مزاجهم ابدا. كنت عايز ايه والنبي؟ خلي بالك انت، بركة فيك يا خمس. خلي بالي وده وقته. يلا يا اخوانا، يلا الراجل راح يشوف حاله. انتوا خلصتوا الشوارع بتاعتكم ولا ايه؟ العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. يا نهار اسود، خيانه! انقذوا الثوره يا رفاق، اقضوا على الاستعمار والرجعيه والصهيونيه والمدنيه. هجوم هجوم ورايا. حبكت يعني دلوقتي؟ ثواني واجهز لك يا جميل. ايه ده؟ في حاجة اتكسرت عندك؟ لسه، لكن هتتكسر ان شاء الله. واحد غيره ما ينفع نخلق. ايه ده؟ ده انت حالتك صعبة قوي. ثواني هحضر كاسين. المراية طاقت، يلا خدت الشر وراحت. يلا بقى عدول عشان عندنا شغل. ها الناس ده انت فات وانا عمال، انا ماليش صالح. ايوه هتطلع، اكتر مني هتطلع. هيحصل يا حبيبتي؟ ده بعيد عن شنبك يا حبيبي. ربنا فرحانة
فريده فريده هو ده اللي تفهم فيه بس. ما تخليكي في حالك انت يا امله بتاعت المطالعه، ده انت يا دوك فيها عليكي فتحه ونصبه. في ايه؟ فتحه ونصبه؟ اسمع ما اقول لك، انا ما يهمنيش ان اكسب، لكن يهمني اني اجيب اصوات اكتر منك علشان اذلك. اذلك وسط اصحابك. انت لو تجيب اصوات اكتر مني هنرمي نفسي في البحر. ليه؟ مش مكسوف على دمك وهما مدينك الجردل يا جردل. ما تقليش ادبي ككنكة. مين فينا اللي بيقل ادب؟ لا بقى انت لذك مش فايتك. يلا بنت امشي من هنا، امشي من هنا. امشي منين؟ بتطردني من سراية ابوك؟ امشي اطلع بره، ما تورينيش وشك بقولك. يعني انت اللي وشك اللي عادل، انت وشك يقطع الخميره من البيت يا بنت صندوق. انا اللي وشي يقطع الخميره من البيت يا مهيطل، يا تمن يا ندل يا سافل، فكرات فكرات. يا بنت قلت لك انا ماليش صالح بتاع التصور. فكرات فكرات ما تبوسنيش. انا مش عايز ابوسك، انا عايز اقول لك ان في حد من مصلحته ان هو يوقع بينا بيت. حسدونا بخيت. حسدونا. سامحني حبيبي. أنا اللي عايزك تسامحيني. خلاص. من بكرة أنا هتنزل عن المنتخب. لا. أوعى تتنازلي. أنا اللي هتنازل أنا. لا يا بخيت، وراء كل عظيم امرأة. أنا هو وراء كل رجل. حبيبي. طرف مرشح كبير قوي وعايز اتحالف مع الاستاذ عديله. والله احنا من حيث المبدا ما عندناش مانع، بس مين هو المرشح ده؟ اتفضل معانا وهو هيقابلك بنفسه. قوي قوي، بس على الله يكون الاتفاق مرضي. اتفضل اتفضل. فين بالظبط؟ اتفضل حضرتك. لو سمحتوا انا ما عنديش وقت اضيعه، ثم احنا لينا شروط المرشح اللي هنتحالف معاه. انا احب الفت نظركم ان اللعبه الديمقراطيه تشترط ان تتم في اطار من المنافسه الشريفه النظيفه. بخيت وعديله ما يتدخلوش في الانتخابات. هقول لهم لعبه هم مش قدها. هقول لهم والله العظيم هقول لهم. انا خلاص بقيت تبع الحكومه. مش انت الحكومه؟ انا تبع المعارضه، انا تبع الاخوان، انا تبع الشيوعيين. بس انتوا قولوا لي انتوا تبع مين؟ تبع اللي تبعه. تبع اللي تبعه احسن ناس، احسن ناس تبع اللي تبعه. تبع اللي تبعه يا بنات، واحد غيره ما ينفعناش.
مين اللي عمل فيك كده؟ تابعه. مين تابعه؟ تابع اللي تابعه. ايدك معايا خميس نوديه المستشفى. احنا هنروح القسم ونعمل محضر ونعمل اثبات حاله ونكشف اعداء الثوره. ثوره ايه ده وقت يا خميس؟ انا خلاص تبت على السياسه، تبت على الانتخابات. انت كمان مالكيش دعوه بالانتخابات دي خالص. انا مش عايز اتجوزك، مش عايز حاجه من الدنيا. طب بس اهدى. طب انت مش فاكر اوصاف الناس اللي عملوا فيك كده؟ مش عايز افتكرهم، مش عايز افتكرهم. انا نسيته. انا كل اللي متاكد منه حاجه واحده بس، اسكندريه كلها بتكرهني. انا مكروه. هدي اعصابك واحكي لنا، احكي لنا ايه اللي حصل. هي كلمه ورد غطاها تبع اللي تابعه بيقول لكم لو ما بعتوش عن الانتخابات هيحصل لكم قد اللي حصل لي 100 مره. اللهم قد بلغت، اللهم فشت. نزيه موسى نبي وعيسى نبي ومحمد نبي وكل من له النبي يصلي عليه. انا عايز تسقيفه جامده يا رجاله. لن يرهبنا الاعتداء ولا الضرب ولا القتل، ولكننا سنقاتل مهما كانت الظروف، ولن نستسلم ابدا. سوف نقاتل ونقاتل ونقاتل، لن ننسحب من المعركة مهما كانت الظروف. قد يضربوننا، قد يقتلوننا، ولكنهم لن يهزموننا. وصلي على جمال النبي. وفي واحد مرشع اخويا بيوزع لحمة. لحمة؟ يا شباب المينا، يا زهرة أهل اسكندرية، انهضوا وضعوا يدكم في يدي، وأنا أعدكم إننا سوف أحل كل مشاكلكم. وأرتقي بمستواكم الفكري والثقافي. وأرتقي بمستواكم الفكري والثقافي والاجتماعي، وإن شاء الله سوف أنقذكم من الصياعه اللي أنتم فيها والتنطع على هاوي والتسقع في الشوارع. وكنت فين بقى حضرتك لما حصلت هزيمة 67؟ هزيمة مين؟ هزيمة 67. أنا كنت في البلد بصراحة، وبعدين أنا مالي ومال هزيمة 67؟ وأنا اللي عاملها. أبويا اللي عاملها. مين؟ أبويا. إبراهيم. يا أبويا يا جماعة، إحنا عايزين نبقى بهوات مع بعضينا وكلنا إخوة، إحنا كلنا إخوة. جبتونا ورا بتوع السياسة، يا اللي بتتمحلسوا للحكومة. أنا يا كابتن مش بتاع الحكومة ولا حاجة. يعني المعارضة يا أخويا عملت لنا إيه؟ دي معارضة كده وكده، وبتقبض كمان. ده منظر واحد بيقبض برضه. بصراحة بقى أنا لا بتاع حكومة ولا بتاع معارضة، أنا بتاع الشقة. يا إخواني اسمعوني يا إخواني، سأعمل على تحقيق جميع مطالبكم، وسأعمل أيضا على تحقيق في أسباب نكسة 67، وسأعمل جاهدة على إلغاء الحكومة والمعارضة أيضا. كل ما أريده هو أصواتكم، أصواتكم معي يا إخواني. أصواتنا بس؟ ده احنا ندوك يا عينينا، عينينا والله. أنا كل ليك. إحنا حنصوت معاك يا ست الكل، بس إنتي صوتينا شوية. طب حاسب أسر الفطاسة. اسمعوني، أنا عندي كلام كتير مهم عايز أقوله لكم. إحنا حننتخبك من غير كلام. أنا انتخبك من وسط ألف. بصراحة بقى بالصلاة على النبي، إنت مية مية. أنا متشكرة قوي ليكم، أنا بحب الشباب اللي زيكم، وإن شاء الله هعمل على تحقيق كل تطلعاتكم. إنت بتتطلع فين؟ ما تسيب النبى تلتحم بالجماهير يا اخي. ده مش التحام، ده اوتوبيس بقى بصراحه. جرى ايه يا بخيت؟ بلاش فضايح، انت جاي تتخانق مع الناخبين بتوعي؟ بصراحه بقى اللي هيلتحم اكتر من كده انا هدشدشه. هدشدش مين يا جدع انت؟ خليك في حالك العوارك. البطحون فشفشة. اتضح ان الالتحام بالجماهير ده حكايه صعبه جدا. بخير. ايه شفت مين وصل فين؟ ايوه يا عم ماشي معاك حلاوه. ما تبطلوا قر بقى وسيبوا الناس تاكل عيش. المهم احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف يا عريض. ليه فين؟ زين الف فين؟ فين؟ دلوقتي؟ اه اكل بالك. ايه رايح فين؟ هقول لك بعدين.
ايه الحته دي يا تامر؟ مولود انت هنا في حته عشوائيه؟ ها والله فكره نعمل لنا قاعده جماهيريه هنا ونكسب اسوار. واحد قريبك هنا الكبير بتاع الحته دي، روح قعد. انا هعمل جوله. ها بخيت حنيده المهيطه المرشح نفسه عن الدايره هنا. بخيت حنيده المهيطه المرشح نفسه عمال عن الدايره بتاعتكم. امشي انا! امشي غور! امشي ازاي! بخيت حنيده المهيطه رمز الجرده. بخيت حنيده المهيطل رمز الجردل. احنا مالنا؟ مالناش دعوه بحد. لو سمحتي انا مرشح. ما ترشح ولا حتى ديك مصيبه جاتك نيله. لا انت فهماني غلط. اصل انا بتاع انتخابات. بس يا جمالات انتخابات مين دي يا بس؟ معرفهاش يما. ما فيش يا اخويا حد بالاسم ده. يلا طلع امشي من هنا. يلا شوف حالك. لا انت قصدك مش واخده بالك المساله. انت بقى جاي رايق وعايز تعاكي. لو راجل ابن راجل تقف مكانك يا حمار يا ابن الحمار. في عرض النبي فكرني مش هعرفك. هتلففني وراك المنطقه. ليه انا اجيبك من وسط بيت حمار؟ ليه يا جمال يا نت فكرني مش هجيبك. يا ابن امشي حيلك تعالى. ما وبعدين هزعل منك كده. السلام عليكم. انا بخيت المهيطل برشح نفسي هنا في الدايره. انا من مواليد بحري. انا ابويا عامل زيكم وجاي ادرس مشاكلكم على الطبيعه. هو واضح ان عندكم مشكله نظافه وفي مشكلة مية كمان وفي مشكلة صرف صحي. واضح كمان ان عندكم أزمة مساكن. مفيش مستشفى هنا قريب. ها مفيش مستوصف؟ مفيش مدرسة؟ والظاهر كمان ان عندكم مشاكل في الكلام. أنا عايزكم تتكلموا. ليه؟ عشان نحاول نحل مشاكلكم. ليه؟ عشان ظروفكم تتغير. ليه؟ اللي ليه ليه؟ أنا عارف إن في مرشحين جم قبل كده ووعدوكم بحاجات كتير ولحسوا كلامهم بعد ما نجحوا. احنا ما فيش ولا مرشح ظلنا من 30 سنة. 30 سنة؟ يبقى انا جيت لكم في الوقت المناسب. وانا وعدتكم لو نجحت لو هحاول اوصل صوتكم للمسؤولين. وفر على نفسك يا استاذ. ما حدش من دول هينتخبك. ليه ما فيش حد هينتخبني؟ انا منكم وحاسس بمشاكلكم. يا ابني انت ما انتش فاهم. محدش من دول له صوت. ايه كلهم خرص؟ محدش من دول عنده بطاقه انتخابيه ولا عمره صوت ولا راح انتخابات. عشان كده محدش بيزورنا. يا ابني انا عارف الناس دي كلها من يوم ما اتولدت. اتكل على الله ما تضيعش وقتك. Thank you.
عليك وتقولك عايزه كوبس مفتاح المال. لا مفيش بضاعه يا حوده، قول لامك اللي احنا فلسنا يا حوده. سلم لي على امك كتير. الله يسلمك. مع السلامه يا حوده. السلام عليكم. مع السلامه يا حوده. سلم لي على امك. احنا احسن حاجه ننسحب ونرجع ال 200 جنيه بتوع التامين بدل ما يضيعوا علينا هما كمان. 200 جنيه على رايك انا وهي تسند الجردل. المهيطل يا بلاش واحد خيره ما ينفعناش. المهيطل يا بلاش واحد خيره ما ينفعناش. يا عديله يا عديله انت نايبه عليك القيمه. يا عديله يا عديله انت نايبه عليك القيمه. يا عديله يا عديله انت نايبه عليك القيمه. المهيطل يا بلاش واحد غيره ما ينفعناش. المهيطل يا بلاش واحد غيره ما ينفعناش. شفت؟ مش قلت لك معدن الشعب الاصيل هيبان وقت الشده؟ اهم ناس لا تعرفهم ولا يعرفوك بيهتفوا اسمك واسم استاذه، هو ده المد الثوري الحقيقي. شوف معك 5 جنيه. المهيطل يا بلاش واحد غيره ما ينفعناش. المهيطل يا بلاش واحد غيره ما ينفعناش. السلام عليكم. سلام يا اخو رحمه الله، اهلا وسهلا. محسوبك مامور عبد الرسول، جاي لك بنيابه عن كبار تجار القماش والماني فاتوره. ابدع ناس. دي هدية بسيطة عربون محبة وصداقة زوموليوفت والدعاية. على فكرة الجماعة مستنينكوا بكرة عشان تشربوا القهوة ونتكلموا مع بعض. وماله نتكلم أخوه مفيش مانع. تفضلوا تفضلوا. على فكرة الجماعة مطلوبين لكم مؤتمر شعب كبير قوي في المنشية. يا اهلا وسهلا يا مرحب، شرفتونا. اتفضلوا اتفضلوا. حبيبي احنا عندنا استعداد نقف جنبكم ونمول حملتكم الانتخابيه وحندخلكم المجلس. وطبعا انتوا اكيد بتسالوا نفسيكم ايه اللي يخلينا نقفوا معاكم ونساعدوكم. بصراحه احنا كنا بنأيد امين المالح، لكن ولاد الحرام اللي بينافسوه لفقوا له تهمه حبسوه. عملنا استخاره واتكلنا على الله بالصلاة على النبي وقررنا نأيدوكوا. والأقربون أولى بالمعروف، مش كده ولا إيه؟ حاكم إحنا لا مؤاخذة ما بنحبوش الحكومة كده لله في لله، ولا الجماعة المنافقين اللي زي مصلحي بيه ورسمي بيه والدكتور واصلي. في صحة النواب الجدد. في صحة الشعب والحرية والديمقراطية. بس إحنا بصراحة عندنا شوية مشاكل. إذا كان قصدكم على قضية الأداب ما تشيلش أي هم. إحنا عندنا بدل المحامي 10 ومتخصصين وفاهمين كل حاجة، ومن بكرة إن شاء الله هيوقفوا كل الإجراءات. المهم إن هما يوقفوا الضرب. أصل المعركة شرسة. اطمنوا رجالتنا هيبقوا معاكم. بس الحكاية هتحتاج شوية فلوس، فلوس كتير كتير يعني. أيوة يعني مش أقل من 5 6 7 8 9 قول 10,000 جنيه يعني توصل لها 12 25 30 يعني حوالي 40,000. حبيبي ضمت ورم ما تنعوش هم المصاريف، انا متكفل بكل حاجه. 500 600 ألف مليون جنيه احنا جاهزين. نزل بان عليه ابلي. احنا اللي يهمنا المبادئ، واحنا عارفين طبعا ان انتوا بتوع مبادئ لا مؤاخذه. احنا الحمد لله ما حلتناش غير المبادئ. بس انا عايز منكم وعد. ايوه اتفضل. ان شاء الله لما تخشوا المجلس كده بالسلامه وتترستقوا فيه توعدونا ان انتوا تحلوا لنا مشاكلنا مع الضرايب. لا 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 لا، الموضوع ده شيله من دماغك خالص، يعني اعتبره انتهى كده. يبقى 100 100. صوري يا عديله هانم، الضرايب مطالبه المرحوم ب 27 مليون جنيه في 3 سنين بس. كام؟ كتير كتير قوي. ما هو رخر مات بحسرته. الله يرحمه. لا حول ولا قوة إلا بالله. مساء الخير. أنا ماليش تقل على البتاع ده. إيه؟ ده إحنا بنقول عليك راجل وهتبقي نايبتنا. لا ودي نايبة تقيلة قوي. اشربوا. أنا عاوزكم تنبسطوا. Thank you.
خد يا حلو، نص الفرش ده هدية مني لك. زدكار. مين؟ زدكار محبة يعني. نوع نضيف قوي، اسمه جايين الدنيا ما نعرف ليه. اسمه ايه؟ جايين الدنيا ما نعرف ليه، نوع كده الولا صلاح بيصطبح بيه كل يوم. صلاح مين؟ صلاح ابني، عقبال عيالك خد الابتدائية السنة دي. ربنا يبارك فيه. الله يخليك. زدكار، الولا صلاح بيشرب منه، صلاح ابنه. اخدت منه ايه؟ بقول لك زدكار. انا عاوزه زيه. زيه ايه؟ هو تفاصه وخلاص، هو اكل. بقول لك زدكار. زدكار متكار، انت النص وانا النص. يلا بينا بقى يا جماعه، انا كلهم سوا كده عشان يبقى عيش وملح. والله انا شايف يعني ملهاش لازمه الحاجات دي الحقيقه يعني. ولا ايه يا عديله؟ انا عاوز اطرش. ايه؟ اطرش. لازم تتغذوا كويس علشان تعرفوا تنتاعوا للادي في المؤتمر. طب اذا كان كده بقى ما تلفونا احسن الاكل، ها، مع شويه فاكهه وعلبه بيره وناخدهم معانا الكابينه. الا يعني في الحاجات بقى. وماله، لفوا لهم كل حاجه، ثلاث كراتين بيره والاكل وصندوق ويسكي كمان. ده الشغل السياسي على اصله، الاحتراف المظبوط. المؤتمر جاهز والصواني مالا ناس. اوكي يا حبيبي. طب يا جماعه جبتوا بقى، جهزوا نفسيكوا. ها، على فكره احنا مأجرين لكم عربيه بالسواق بتاعها تحت امركم اني تايم. ها، يلا يا جماعه ساعدوا. اتفضل. بعد اذنك يعني لمؤاخذة، مش ممكن المؤتمر يجي هنا احسن؟ عشان اصل في شويه تعب كده، احنا الاثنين عايزين نطرش. النبي اللهم لا حسد، الله يرحمك يا اما. يوم ما موتي عملنا الصوام في الحمام. هو الجندلية سلكة، هو الناي فيا الباركة، هو الجندلية سلكة، هو الناي فيا الباركة، هو الجندلية سلكة، هو الناي فيا الباركة، هو الجندلية سلكة، هو الناي فيا الباركة. طلعوا كم واحد دول يا بخيت؟ دول 6 مليون نسمة، 1342 شخص غير اللي اتلموا على الزيطة. النفر خد 50 جنيه.
مش كتير 50 جنيه النفر. دول كومبارس متكلم يا حاج، في السينما بياخد اكتر من كده. على كده بقى ده فيلم كبير قوي. والان كلمه مرشحينا ابناء الاسكندريه الابرار، الاستاذه عديله صندوق والاستاذ بخيت المهيطل. الملاحه وحبيبتي مال ودت الراحه. حصل عليها حصل عليها حصل عليها حصل عليها حصل عليها حصل عليها حصل عليها. ايها الاخوه المواطنون، اولا مساء الخير عليكم كلكم وعلى الناس الحلوه اللي زي الفل. احنا جايين هنا بصراحه، جايين هنا عشان نقول ان احنا ما بنخافش من حد، لان احنا اساسا جدعان وكبار قوي وحلوين قوي وزي الفل قوي، مش كده يا عادله؟ انا عايزه اطرش. كلنا لازم نطرش مع بعضينا، لان ده توافق اجتماعي في حد ذاته. اه يا خير اه يا خير نايم نايم قلبه حديد. اه يا خير اه يا خير نايم نايم قلبه حديد. ممكن لو سمحت نعرف ايه هو برنامجكم؟ ايه؟ نعرف ايه هو برنامجكم بالظبط؟ البرنامج بتاعنا حلو. البرنامج بتاعنا حلو هو الاساس. البرنامج بتاعنا ايها الاخوه ان احنا نتصدق. احنا هنستنكر ونشجب وهنستأنف. اه ما احنا كده هنستأنف، بس لابد من ان احنا نتصدق. تتصدق ليه بالظبط يا سياده النايب؟ نتصدى بقى يعني كل واحد يتصدى بمعرفته، لان لما كل واحد يتصدى مع التاني مع اخواته يبقى في تصدي، فالتصدي بيعمل حاجات كده حلوه، بيبقى كله مع بعض، لان لما بنتصدى مع بعضينا ان شاء الله ربنا هيوفقنا باذن الله. ممكن تكون واضح اكتر؟ الواد ده قلبه اسود على فكره ومش حلو. انت مش حلو ولا معايا وشكلك كده مش هو. الواد ده جاسوس على فكره ومش مننا، لانه هو مش عايز يتصدى. فوشي والمنشية شيء، المنشية شيء، وتجار المنشية شيء، تجار المانيفاتورة فاتورة، الجدعان قوي قوي، المتريشين قوي، المرتشين قوي، المتريشين قوي، المرتشين قوي، اللي بيأيدونا أونا، اللي بيستلونا بيستلونا، الناس اللي بيستلونا بيستلونا. سلام لبتوع المنشية شيء، بتوع المنشية سلام، اللي انتخبنا واللي ما انتخبناش لا، وانا وانت، وانا وانت، انا وانت، انت وانا، ورشحنا يا جدع. We'll be right back.
حزبي. لا مش معقول حزبي بيتعنى من ورانا، اكيد في حد ورا الاولاد دي. يا رسمي ما تتسرعش برشا اول، واديني فرصه يومين وانا اعرف لك كل حاجه عنه. اخرس انت خالص، انت انا كنت اتربيت فين؟ انا المره دي جاي لكم معايا الاخت عديله مترشحه فئات، دول 1000 متر قماش المفروض نعملهم يفط للدعايه الانتخابيه، خدوهم انتوا اولى. الله، انت هتوزع القماش على دول؟ دول مالهمش صوت. مالكش دعوه انت خالص، نفذ اللي بقولك عليه، وزع القماش. بانه عبيط عايز تشترينا عشان نهتف لك؟ مش مهم تهتفولي، اهتفوا للحق، اهتفوا لنفسيكم، عبروا عن اللي جواكم بأي طريقة بدل ما تلعنوا الدنيا وتشتموا الظروف. اهتفوا للحق بدل ما تدبحوا بعض وكسروا الفوانيس وتشخبطوا على الحيطان وترموا الزبالة في أي مكان. حطوا ايديكم في ايدين بعض بدل ما تخطفوا اللقمه من بعض. الراجل ده باين عليه ابن حلال. ده يا اساتذه قماش اليفط والهدايا تبقى زقوه على شويه جرابيع مالهمش صوت. يا سعاده البي، ما هو كله دعايه، والعيار اللي ما يسيبش يدوش. الدعايه اللي بتتعمل تبقى بمعرفتنا وعن طريقنا احنا، ولا عشان انتوا مش غرمانين فيها حاجه؟ جرى ايه يا معلم؟ انت مضايق نفسك قوي كده ليه؟ الحكايه كلها 4 5 6 7000 جنيه، وبعدين دول ناس غلابه جدا ومساكين. احنا اللي بندفع يا شاطره، يبقى كلمتنا هي اللي تمشي، واللي عايز يبقشش يبقى يفنجر يا حبيبتي من جيبه. ايوه بس اصول المعركه الانتخابيه. انتوا صدقتوا نفسكم وافتكرتوا انكم سياسيين بجد؟ انتوا نوابنا احنا في البرلمان، مش نواب حد تاني. يعني احنا بقى اراجوزات وانتوا اللي هتشغلونا من ورا الستاره. بالظبط كده، اللي نقوله عليه يبقى واللي نقوله عليه لا يبقى لا. نقول لكم نطوا تنطوا، نقول لكم ثابت يبقى ولا حركة وتقطعوا النفس خالص. خلاص يا معلم خلاص، دي آخر مرة تتصرفوا فيها من دماغكم. آخر مرة، وعمل حسابكم أنا عامل بكرة حفلة بمناسبة نجاح ابني في الإعدادية، ربنا يوفقه. بكرة تيجوا بأدبكم عشان هعرفكم بالناس الكبار. إياك اتمر فيهم. من فضلك يا معلم بلاش الدخان ده يجي عليا، كفاية اللي جرالي المرة اللي فاتت. بس احنا بصراحه بقى متعقدين من الصنف واللي بيشرب الصنف واللي بيبيعه كمان. حلوه دي، ايش حال لو ما كنتوش انتوا بتوع الشنطه؟ شنطه ايه؟ شنطه الكوكايين يا حلوه، شنطه الكوكايين اللي كان على وشها رشه الدولارات 6 مليون. ايوه بس اصل احنا الشنطه دي احنا لقيناها صدفه، وتحقيق كمان طلعنا براءه. كلنا بنطلع براءة يا دنايا، الدار امان ومفيش حد غريب. وزي ما انتوا تاجرتوا في الصنف احنا كمان بنتاجر في الصنف يا مؤاخذة. والمفروض ان اصحاب الكار الواحد يساندوا بعض. امال احنا كنا اخترناكم ليه دونا عن بقية المرشحين؟ مش عشان تقفوا جنبنا وتساعدونا لو لا قدر الله حد فينا وقع او فيص؟ شوف يا ابني، اهم حاجة في شغلتنا دي المبادئ،
لازم تكون ثابت على المبدأ داي رجل كده. ها؟ مستنيكوا بكرة، ما تتأخروش. في صحتك. احنا ايه اللي وقعنا الوقعة السودة دي؟ معقول نشتغل مع تجار مخدرات؟ لا ولك اهم حاجة المبادئ. بس دول صرفوا علينا شيء وشويات. ما احنا كمان صرفنا كل اللي حلتنا، بقينا على الحديدة. قصدك نسيرهم لغاية ما ننجح في الانتخابات؟ اه، وبعد ما نخش المجلس هناخد حصانة ونخلع منهم. ولا كده نبقى بنبيع نفسينا؟ ولا بنبيع نفسينا ولا حاجة. ما كل الناس بتبيع نفسها، حتى اللي هينتخبونا بايعين أصواته. اشمعنى احنا يعني؟ خلاص يبقى هنتكلم في ايه؟ الظاهر مفيش فايدة. Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. ¡Ay! Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. ¡Ay! Macarena tiene un novio que se llama. Se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Lanca, كويس اللي كنتوا جيتوا. وانتوا عارفين رسمي واصل ومصلحي؟ اه طبعا. نو بيبرم. بس دول خصوم. وماله حبيبتي؟ دي سياسه، انتوا لسه بدري عليكم قوي. اتفضلوا يا جماعه اتفضلوا، خليكم للتاكس خالص. تعال تعال. هي بردت ولا علوا التكييف؟ اهلا اهلا بنوابنا المحترمين، اهلا بنايبتنا. صباح الفل يا باشا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. صلاح ابني. صلاح ازيك يا صلاح؟ ازيك صلاح؟ اهو ابن جنيه عسل. ما شفتش ابني انت؟ لا 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 تشوف عشان تبارك لي. ميزة. ايوه ميزة ابني عدى وما شاء الله جايب احلى نمر تاتش ولف. تاتش ولف. اهلا ميزة. اهلا. فين صلاح؟ تعال صلاح. صلاح وميزه، المستقبل بتاعكم. انا فخور بيكو، فخور بيكو حقيقي. انت هتفضلوا واقفين كده؟ خشوا اختلطوا عيشوا. حريصك ميزه، حريصك صلاح. كل ده معمول عشان ميزه. ميزه صلاح. هل زي الفل؟ ايه ده بقى؟ هما ملقوش غير الواد والبنت دول يقفوا وراهم؟ لانهم شاكين ان حد فينا اللي ورا دخول امين مالح السجن، عشان كده بيشتغلنا في الازرق. لا لا لا، دول عيال غوش ما يفهموش في اللعبه كويس. الجماعه حشروا اصوات، ولو خدوا 900 صوت هنضطر للاعاده ومصاريف ووجع قلب. شوف بقى يا دكتور، العيال دي ليتها علقه سخنه قوي، عشان يتربوا ويبعدوا عننا. في دلوقتي اللي حاميهم واقف وراهم. يعني ايه؟ هنسكت لهم كده؟ لا طبعا، في مليون سكه وسكه. وفي ايه؟ يا سياسة حبيبتي،
لسه بدري عليك قوي، وبعدين عايزك كده ريتاكس. ها يلا نرقص مكالينا. ايه؟ مكالينا مكالينا، يلا نرقص مكالينا. Baila tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. ¡Ay! انا جبتك النهارده عشان اصفي الخلاف اللي بينك وبين رسمي بيه. انا مفيش خلافات بيني وبين اي حد. شوف يا استاذ بخيت، احنا عارفين انك انت والانسه عديله صرفتوا كتير على الحمله الانتخابيه بتاعتكم. خلينا واقعيين، تفتكر ان في احتمال ولو 1% تخشوا مجلس الشعب؟ على العموم احنا معادنا يوم الانتخابات، والخسران يقول للكسبان جود لك. احنا مستعدين ندفع لكم كل التكاليف اللي صرفتوها على الحمله بتاعتكم وزياده شويه، وتتنازلوا لنا. ايه يا دكتور، انت عايز تكافئهم علشان يتجرأهم ونزلوا قدامنا في الانتخابات؟ ما تخافش يا رسمي بيه، احنا مش للبيع. شوف يا استاذ بخيت، انت عارف كويس قوي ان محدش يقدر يكسبنا. عايز كام يا دكتور واصل؟ انا لو كان هتنازل حتى لو ما خدت صوتي، احنا ناس بتوع مبادئ. مبادئ ايه؟ ما سمعتش عنها قبل كده ولا ايه؟ 50,000 جنيه كل واحد فيكم. كويس. كام؟ 70,000. لا 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 يا دكتور، ده كتير قوي. 100,000 جنيه كل واحد فيكم، وده آخر كلام. معقول ده؟ ده يبقى اسمه فنان ده يا دكتور واصل. 100,000. 50,000 جنيه لكل واحد فيكم، والباقي بعد ما تتنازلوا. قلت إيه؟ شاور انا والاخت عديله، وربنا وفقنا لما فيه خير الوطن والعروبه والامه الاسلاميه، بل والانسان في كل مكان في اي وقت في اي حال من الاحوال. برضو كتير يا وصل. ايه ده ايه ده؟ دول 100,000 جنيه من واصل ورسمي، ولما هنتنزل لهم هدفعوا لنا قدهم. انت الرزمه وانا الرزمه، انت الرزمه وانا الرزمه، انت الرزمه. ما كانش ممكن يبقوا بالدولار يا بخيت. دولار ايه يا عديله؟ هي دي مخدرات ولا كوكايين؟ ده حيالة انتخابات وهنخسرها. اصل انا بصراحه النهارده جالي عرض احسن، 120,000 جنيه. شايف؟ بعتهم لي مصلحي مع نزيه، ليا انا لوحدي وبس، ولو كنت طلبت اكتر من كده كان بعتلي. 100 و120 ايه يا عديله؟ ما تخليش حد يوقع بينا، دينا الزباله، انا بس اللي باقيلك. اللي هيجنني يا بخيت، الناس دول عمالين يصرفوا بالملايين كده، كل ده علشان شقه وعربيه من مجلس الشعب؟ لا طبعا، اكيد هيستفيدوا بحاجات تانيه جامده كتير. خلاص، يبقى احنا كمان لازم نطلب كتير قوي قوي. بحبك يا بنت صندوق. بموت. دستور. دستورك معاك يا اخويا، اتفضل. اهلا يا حاج. وادخلوا البيوت من ابوابها. خير يا حاج؟ في ايه؟ انا حديثي مع الاخت عديله، بس اتحشمي شويه عشان اعرف اتكلم معاك كويس. خير ان شاء الله يا حاج. عايزني اتنازل لك انت كمان؟ ايوه، بس في الحلال.
انا جاي طالب يدك. زهرات عروسه. ها والطلاق امتى ان شاء الله؟ بعد الانتخابات. ها اعوذ بالله من لسانك يا اخي. ده انا هعديها 50,000 جنيه شبكه و100,000 جنيه مهر، ومستعد اكتب لك 200,000 جنيه مؤخر صداق. بس انت متجوز اتنين يا حاج. وماله تبقي التالتة، وعلى رأي المثل التالتة تبتة. بس دي مخطوبة حد، ولا انت شايف ايه؟ تتنازل عنها وعوضك، يكفيك 100,000 جنيه خلو رجل. ترضاها انت على روحك؟ ربنا غفور رحيم يا اخي. ثم انا ههديها، ههديها الى الطريق القويم بإذن الله. رأيك ايه يا اخت عديلة؟ قلت يا عروسة. سيبوني افكر احسبها. فكري فكري على مهلك وخذي راحتك، ودول 100,000 جنيه، وبكرة بإذن الله لما تقولي نعم هيوصلك الباقي. السلام عليكم. ده الراجل المتخلف ده 120,000 من غير جواز، و150,000 بالجواز، ده غير المؤخر والهدايا. تبقى واقفة الجوازة بكام كده يا عدولة؟ يا عديلة، ما احنا هنتجوز وهتاخدي فوق كده 100,000 جنيه كمان. وانا شعرف مش يمكن متفق مع واصل على اكتر من 100 ومخبي عليا؟ الله، اما انت شكاكة وقلبك اسود. صحيح بقى انا حسرقك يا بنت صندوق. ما تجيبش سيرة ابويا على لسانك يا ابن عزيزة. ليه الغلط ده؟ طيب لا، ده انت قليل الادب وعايز اللي يربيك. انا برضه عايز اللي يربيني. ليها بخت وناس ليها مهيطل. يا رب يا رب ارزقهم، يا رب ارزقهم لحد ما يزهقوا ويملوا يا رب. انا مستنيك على التليفون من الصبح. بقول لك ايه، احنا بصراحه بقى جالنا عروض عشان نتنازل احسن من العرض بتاعك بكتير. ثانيه واحده، جبت الديك عشان عدول؟ ها كله تمام. الحاجات والفقد والموز والقد كله تمام. شكرا. ماشي. ها شكرا. هو احنا طالبين كام عديلة؟ 6 مليون يا بيه. احنا بصراحة طالبين 6 مليون يا دكتور.
لا 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 مش كتير ولا حاجة، أصل أنا كمان بتفائل بهذا الرقم. آه ما تنساش كمان إن مفيش وقت، الانتخابات قربت. أنت تجمع بقية الزملاء واللي هيدفع أكتر هيبقى حلال عليه. آه لا المبلغ بتاعك بقى هنعتبره إيه؟ يعني زي ما تقول كده يعني إيه رهن أو مش رهن، يعني أمانات. آه بالظبط كده، لو ما رسيش العطا عليك هندفعهم لك. ماشي يا دكتور. نتقابل قوي قوي، الساعة كام؟ 12 فين؟ ماشي يا دكتور ماشي. انا من البلد دي، انا من البلد دي، بلد ابويا وجد جدي، وانا من البلد دي، انا من البلد دي، بلد ابويا وجد جدي، انا من البلد دي. لا 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 يا حاج فتح الله، انسى موضوع الجواز ده خالص. اه انا مستعدة اتنازل لك بشرط تديني المبلغ اللي قلت لك عليه. خلاص اتفقنا؟ الليلة دي الساعة 12. وعليكم السلام. بالحق يا بخيت، مش واجب برضو ندي التجار خبر ان احنا هنتنازل عشان يعملوا حسابهم؟ لا 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 لا، احنا ناخد الفلوس ونسافر ونتصل بيهم بعدين. بالحق فكرتيني. ايه؟ ريسبشن، من فضلك احجز لي طيارة خاصة بكرة للقاهرة. شاكر. في صحتك يا بخيت. عايزينها تبقى خضرة الأرض اللي في الصحراء، ونقدم المصري هدية حاجة جميلة ومعتبرة. هي ايه؟ الصحراء تبقى ايه؟ خضرة. عايزينها تبقى خضرة الأرض. التنازل بتاعنا اهو ناقص على اسم صاحب النصيب اللي هيسلمنا الفلوس، هنكتب اسمه. احنا ما بنقبلش شيكات، الدفع كاش. جبتوا الفلوس؟ الفلوس في العربيه. والتامين بتاعك اهو، هم بس ناقصين كام الف، يعني زي ما تقول كده مصاريف ودمغات. نفتح المزاد؟ نفتح المزاد. نقول 6 مليون. 6 مليون. 6 مليون جنيه. 5. هنقول 5 مليون. 5 مليون جنيه. ها الباشا قال حاجه؟ الراجل الطيب قال حاجه؟ طب 4. ماشي 4. 4 مليون جنيه. نخليهم 3 مليون. ماشي زي الست ما قالت. 3 مليون جنيه. حاشا الحاجه؟ 3 مليون. نخليهم 2. 2 مليون. وما بلاش مجلس الشعب ب 2 مليون جنيه. طب اي حد يدفع اي حاجه؟ ها اصل العمليه كده، العمليه كده هتقف بخساره. طب نون نصايه، 0.5 مليون. ميتين. ميتين قال. قلة أدب، مش عايز إلا الشنط. الشنطة برقبتي، برقبتي. وانتوا بياكلوكوا عشان تضربوني انا يا جدعان؟
بقول لك في رقبتي، تضربني في رقبتي. طلع النبى مولانا، ايه الحماس ده؟ هو جهاد؟ هي ليلة سودة. الاتنين دول انا بتشائم منهم من زمان قوي، عشان تبقوا عارفين. عايزين الشنط، خدوا الشنط. كل واحد شنطة، انت اربعة والشنط اربعة. اي بص يا مولانا، خد المحفظة بتاعتك، بلاش بلاش عشان فيها صورة امي. محدش يجي لكم في حاجة وحشة. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. ايه يا دكتور واصل؟ احنا ما اتفقناش على كده. كده يبقى نصب واحتيال. اجرينا عن بعيد يا ولد. كده. طب احنا بقى هنكمل الانتخابات وهندخل مجلس الشعب. واذا كنت فاكر ان ما وراناش رجاله، احنا ورانا رجاله تاكل الظلم. بخيت. استني بس، بلا بخيت بلا بتاع. بخيت. ايه؟ يعني الكلام اللي قاله لنا رسمي بيه والدكتور واصل طلع صحيح. وبعد ما صرفنا عليكم الالوفات بتبعونا وتلعبوا من ورا ظهرنا. ده انتوا طلعتوا حي ناس لا عندكم ذمه ولا ضمير ولا مبادئ. عايزين تقلوزوا لنا السلطانيه؟ ده انتوا لسه بدري عليكم قوي. الانتخابات دي لعبة كبيرة، معنشهد بها ليها ناسها. مش
المهم سلامتك يا بخيت. عرفت حقيقة الناس اللي كنت شغال معاهم، سبت لهم الشغل وربت لهم هدومهم. مش مستاهل يا عم. سلامتك، ألف سلامة. أنت متأكد إنك أنت لسه عاقل؟ روعة عديلة. لا انا هستنى معاك. روح انت استري نفسك، مش هسيبك لوحدك. هستناك، مش هتأخر عليك. بحبك يا بخيت. اول مرة تقوليها. تبدأ في تمام الساعة 8 من صباح اليوم إجراءات التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الشعب، وتتوقع دوائر الأمن أن يسود جو من الأمن والنظام أثناء عملية الانتخابات. يعني إيه مش موجود؟ هيكون راح فين يعني؟ الجوز خرج من ورانا. يخرج إزاي وهو مدشدش؟ والله علم علمك. الحكاية ما تطمنش. قصدك إيه خميس يكون عامله في حاجة؟ أنا كان ليا رفيق نضال زمان دخل المعتقل ادوله حقنة هوا راح فيها. وهم بعد ما ضربوه عشان يخلصوا منه هيسمعت عليهم حاجة. واديني منعتك لما اعرف عملت ايه في بخيت. وديته فين؟ ايه الزيبة والزنبريطة اللي انتوا عاملينها دي؟ احنا هنا في مستشفى مش بسويقة. مستشفى ده وسويقة انت كمان. انا عايز اعرف بخيت وديته فين؟ عملته فيه ايه؟ ولا شعرفني. اصبروا علي اسأل وانا اجيب لكم خبره. تجيب لنا خبره؟ يعني مات؟ قتلتوه. قتلتوه يا حواء. انا مجرمين. انا ما تحرموش ربنا. احنا مش هننزل هنا. انا معتصم لحد ما يظهر بخيت او تظهر جثته. ولعلمك مش هنسكت. حبالي حضرت الصحة وصلت الدخلية ونصرت حقوق الانسان. يلا يا رجالة شدوا حالكم. الاتوبيسات دي هتوصلكم لجان الانتخابات. هتدوا صوتكم الرسمي بيه حبيبكم اللي بيحافظ على مصالحكم. ورسمي بيه بلغني اقول لكم ان كل واحد فيكو هيصرف مكافأة واوفر تايم. هتنتخبوا مين؟ رسمي بيه. حبيبكم مين؟ رسمي بيه. عاش رسمي بيه. عاش رسمي بيه. استنوا قبل ما يشحنوكم زي الغنم عشان تتنزوا على اصواتكم. بخيت زمانكم مات. اتقتل في المستشفى. مات شهيد وهو بيدافع عن قضاياكم وعن حقوقكم. سحقته عجلة الظلم والاضطهاد. انت بتخرب بتقول ايه يا جدع انت؟ انا ما بخربش يا رسمي بيه. ومن النهارده مش هخاف وهقول الحقيقه وبصوت عالي. انت اللي قتلت الخيط يا رسمي. طلعوا المجنون ده بره. استنى انت وهو رايحين على فين؟ في زميل لنا مات يا رسمي بيه، لازم نروح نعزي فيه. من غير اذنك يا رسمي بيه. احنا خارجين. استنى انت وهو رايحين على فين؟ اذا هيمشي هديله جدا. هخصم نصه ومرتبه كله. استنى. الخيط مات. قتلوه المجرمين. لا حول الله يا رب. هو فين دلوقتي؟ مستشفى مخبيه جثته. طب خدني وديني على هناك يا ابني. يلا بينا يا حاجة. Thank you.
دخلت انت؟ عايز ابني، ابني مخيت. ابنك مش هنا؟ لا، ابني عندكم. اعمل معروف يا ابني، لو كان عايش اشوفه بعيني، لو ميت ادهوني ادفنه في وسط اهله وناسه. عايزين بخيت، عايزين بخيت، عايزين بخيت، عايزين قبل مأمور الاسم يبعت لنا قوه بسرعه. الاقسام كلها مشغوله بالانتخابات يا دكتور. اقفلوا كل الابواب، مش عاوز حد من الحوش دول يدخل جوه. يلا يا جماعه تعالوا نخش من باب المشروع على الوراني. يلا ورايا. طب عليك في الباب اهدى، كان احتفالي بتاع الحانوتي. هدوه النعش اهو، بيحاولوا يهربوا. انقذوا النعش يعني بقى، انقذوا مخيط من ايد الخوارج. النعش خفيف يا جدعان، كانه هيطير لوحده. الى جنة الخلد يا مخيط، الى جنة الخلد يا مخيط، جنة الخلد يا مخيط، الى جنة الخلد يا مخيط. أصب لك كاس؟ لا، وشكرين جدا. بخيت، ايه اللي خلاك سبت المستشفى وجيت على هنا من غير ما تقول لحد؟ ما كانش معايا فلوس ادفع مصاريف العلاج. ليه ما قلتلناش كنا هنتصرف؟ ايه، هتلمولي تبرعات؟ حالته وحشه جدا، انا واقف بره لو حضرتك احتاجت الحاجه. شكرا. عديلة، أنا تعبت، الدنيا بقت ضلمة، كل حاجة سودة في وشي. ما تضايقش نفسك يا بخيت، إحنا حاولنا. صحيح إحنا خسرنا، لكن خسرنا بشرف. بشرف. عديلة، انت شابة حلوة وجميلة، وألف راجل يتمناكي. ممكن واحد فيهم يعيشك كويس. انت معايا هتتعبي كتير. طب وانت؟ انت هتعمل ايه؟ انا هاجر، هروح اشتغل في اي بلد تانية، اي شغلانة. هنا الحياة بقى صعبة اوي. أنا معاك، ههاجر معاك، رجلي على رجلك، مش هسيبك أبدا. على قد ما أنت مناخيرك في السماء، وساعات بتبقى غبية جدا، إنما برضه بحبك يا بنت صندوق. وأنا بموت فيك يا مهيبل. إيه يا حبيبي؟ أنا وجعتك؟ فين بيوجعك؟ هنا بيوجعني. فين كمان؟ وهنا كمان. فين تاني؟ وهنا. كل بيوجعنا عديلة. سلامة كلك يا عمر عديلة.
فاكرة عديلة؟ المرة اللي فاتت سيبنا اسكندرية ومعانا شنطة مليانة دولارات، المرة دي سابنا ومعانا خيبتنا التقيلة. في ايه يا اسطى؟ الظاهر في مظاهرة انتخابية، الطريق واقف خالص مش هقدر اكمل. اتفضل يا اسطى. سلم والسمكة، النضارة والجمل، المسدس والعجلة، السلم والمفتاح، الهلال والجمل، المسدس والسلم، السلم والجمل، المسدس والجمل، السلم والنجمة، المسدس والجمل، السلم والعلم، المسدس والشمس، الهلال والكف، السلم والجمل، المسدس والكف، الهلال والجمل، المسدس والعلم، الهلال 38، الجمل 37 صوت، السلم 45، المسدس 43 صوت، المسدس والجمل، السلم والعلم، المسدس والشمس، الهلال والكف، السلم والجمل، المسدس والكف، الهلال والجمل، المسدس والعلم، المسدس والجمل، السلم والعلم، المسدس والشمس، السلم والجمل، الهلال والسلم، الهلال والمسدس، النضارة والجمل، الهلال والعلم، السلم والجمل، الهلال والسلم، السلم 102 صوت، والمسدس 97 صوت، الجمل 135 صوت، والهلال 140 صوت، السلم والسمكة، النضارة والجمل، المسدس والعجلة، السلم والمفتاح، الهلال والجمل، المسدس والسلم، السلم والجمل، المسدس والجمل، الجردل 17 صوت، والكنكة 12 صوت. ولا يهمك، احنا جايز خسرنا معركة بس ما خسرناش الحرب، المعارك اللي جاية كتير. معركة يا خميس، احنا لسه هنحارب تاني. ما خلاص
انا تعبت يا اخي. فتح الله المسدس بقى 270 صوت. الله اكبر. فرح بيه 296 صوت. رسمي بيه 358 صوت. دكتور واصل 362 صوت. تيجي نروح ونسيب الناس دول. ما تاكلك لقمة يا ابني. ماليش نفس يا اما. يا ضنايا يا ابني انا تعبان عايز انام. اليومين ما نمتش. نام نام واستريح يا بخيت. قوم انت روحي تلاقيكي هلكانة. انا همدد هنا جنبك. ما تصحش تمددي وسط الناس. انت بنت. انت لسه فاكر؟ الكنكة والجمل. جردل والكنكة. الهلال والجردل. الجردل والكنكة. الهلال والجردل. الكنكة والجمل. الجردل والكنكة. الكنكة والجمل. جردل والكنكة. الهلال والجردل. الهلال والجردل. الكنكة والجمل. جردل والكنكة. الهلال والجردل. الجردل والكنكة. الكنكة والجمل. الكنكة والجمل. الجردل والكنكة. الكنكة والجمل. الجردل والكنكة. الكنكة والجردل. الجردل والكنكة. الكنكة والجردل. الكنكة والجردل. الجردل والكنكة. الجردل والكنكة. الجردل والكنكة. بخيط المهيطة العمال عديلة صندوق فئات. مبروك يا مهيطة. مبروك يا عديلة. وفي ايه؟ رفع لي كمان. لا شيخ. وبيقول ايه؟ بقول جبنا جونين في الوقت الضايع. اخر اربع صناديق حسب الموقف. كسبت يا بخيت. كسبت يا عديله. دخلت المجلس المؤقر. انا مش مصدق. مش مصدق. بص لدول. بخيت وعديله يا ابا ايه العظمه دي كلها. بخيت وعديله يا ابا ايه العظمه دي كلها. بخيت وعديله يا ابا ايه العظمه دي كلها. انا عايز اقول لكم على حاجه. انا لما رشحت نفسي انا وعديله ما كانش قصدنا خدمتكم. ما كناش عايزين نعمل اي حاجه لمصالحكم. كنا انانيين. كنا طمعانين في شقه وعربيه. الامتيازات بتاعه المجلس بتاعه اعضاء المجلس. انما انا وعدتكم من دلوقتي هحقق احلامكم. انتوا مننا واحنا منكم. صح يا عديله؟ صح يا بخيت يا ابن مهيطل. المهيطل يا بلاش واحد غيره ما ينفعنا. 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 المهيطل يا بلاش.
لدى النواب الرجوع إلى مقاعدهم والتزام الهدوء. شكرا. بخيت، احنا نسينا حاجة مهمة قوي. ليه؟ نسينا نتجوز. إن شاء الله بعد الجلسة ما تخلص نتجوز على طول. تفتتح جلسة الإجراءات برئاسة أكبر الأعضاء سنة.